السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه، ونصلي ونسلم على خير خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا الليلة عن علم من أعلام الأمة الإسلامية، إنه إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه. وهذا حتى نستكمل الحديث عن الأئمة الأربعة، فقد سبق لنا أن تحدثنا عن الإمام أبو حنيفة النعمان، وعلمنا دوره في القضاء ودوره في الفقه المالي والاقتصاد ومواقفه المشرفة. وتحدثنا أيضا عن الإمام مالك ابن أنس الذي كان بالمدينة المنورة، وكيف وضع كتابه الموطأ، وتعرفنا على فقهه المبني على المصلحة المرسلة، وكيف تبناه أهل المغرب. ثم تحدثنا عن الإمام الشافعي رضي الله عنه، الذي كان أيضا مثالا للعلم وللتربية وللمعرفة، وكيف أصل فقه الأصول، أصول الفقه، وكيف كانت له مواقف مشرفة في التشريع. اليوم نتحدث عن إمام أهل السنة، وهو الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه. هؤلاء يسمون بالأئمة الأربعة، وهؤلاء هم الذين قعدوا الفقه الإسلامي، وهم الذين وضعوا لنا المناهج في الفهم والاستنباط. لماذا ندرس هؤلاء الأئمة الأربعة؟ لأننا إن شاء الله تعالى مقبلين على دروس في هذا البرنامج نتحدث فيه عن أبواب الفقه وعن أبواب العلم، وقد نصل إلى الفقه المقارن على المذاهب الأربعة. فحري بكل الأحبة الكرام الذين يتابعوننا في هذا البرنامج أن يكون لهم علم ودراية ولو صغيرة جدا حول هؤلاء الأئمة الأربعة. إذن حديثنا اليوم عن إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه. وهذا الإمام هو صاحب المذهب الحنبلي، يسمى مبيض وجوه السنة، مبيض وجه السنة، وإمام أهل السنة. لماذا؟ لأنه بنى مذهبه الفقهي على المنهج الحديثي، وكان لا يكاد يستعمل المنهج العقلاني ومنهج القياس، لأن بقية العلماء الآخرين كأبي حنيفة مثلا النعمان كان يستعمل العقل ويستخدم القياس، لكن الإمام أحمد بن حنبل بنى جل فقهه على السنة النبوية الشريفة. الإمام أحمد بن حنبل ولد في بغداد في العراق، والعراق آنذاك كانت هي عاصمة الخلافة الإسلامية، وكانت هي حاضرة العالم الإسلامي. العراق هي كانت في ذلك الزمن مدينة العلوم التي يتوافد عليها طلبة العلم من شتى أرجاء الأرض، كانت تزخر بأنواع المعارف والفنون المختلفة، كان فيها القراء وفيها المحدثون وفيها علماء اللغة والفلاسفة والحكماء، وأيضا فيها المتصوفة وغيرهم من أهل المعرفة. في هذا الجو سيولد الإمام أحمد بن حنبل، وقد ولد رحمه الله تعالى ونشأ يتيما، لأن والده قد توفي وهو صغير جدا،
وقامت أمه بتربيته وتعليمه. أمه اختارت له تربية إيمانية عميقة وخطت له الطريق للإمامة في الدين، لأن الأم كانت تسأل ماذا تتمنين أن يكون ولدك؟ قالت أن يكون إماما في الدين. فالأم هي مدرسة الحقيقة. كل الشخصيات التي قمنا بدراستها سنلاحظ بأن الأم كانت حاضرة بقوة. فالأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. وكل من كان ناجحا اعلم بأن خلفه أم صالحة، أم مربية، أم خلوقة. فالإنسان هو مرتبط بأمه خصوصا في السنوات الأولى من نشأته. هذه الأم الصالحة وجهت الإمام أحمد بن حنبل إلى تعليم القرآن الكريم. أول شيء كان يتم تعليمه وتعلمه هو القرآن العظيم، فحفظه ونشأ على ترديده، ثم بعد ذلك حفظ السنة النبوية الشريفة، وبدأ يتشرب أحوال النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته. لأن دائما الدراسة تبدأ بالقرآن، لأن القرآن العظيم هو المصدر الأول للتشريع، ثم بعد ذلك طلب الحديث، لأن الحديث أو السنة هي المصدر الثاني للتشريع، ثم تشرب أحوال النبي الكريم، بذلك مدرسة سيرته العطرة، حتى تشعر بأن سيدنا النبي معك، حتى تشعر بأنه يعيش في نفس الكنف فيه. ثم تتوسع بتعلم مآثر الصحابة والتابعين، ثم تزيد تتوسع وتقف على سيرة أولياء الله الأقربين من الصالحين الذين يظهرون في كل مكان وزمان. وطبعا العلم في ذلك الوقت كان لابد له من الرحلة، لأنه لا يكفي أن الإنسان يبقى في مقام معين ويأخذ العلم، لأنه سوف يستوعب جميع العلوم التي في بلدته، فعليه أن يسافر ويبحث عن مراكز علم أخرى. فسافر إلى العراق وإلى الحجاز وإلى اليمن وغيرها من البلاد، وأخذ عن كثير من العلماء والمحدثين، وظل كل وقته في طلب العلم، حتى أن الإمام أحمد بن حنبل لم يتزوج إلا بعد أن بلغ 40 سنة. وهذه ظاهرة عند الكثير من العلماء الأجلاء أنهم تأخروا في سن الزواج، لأن طلب العلم أخذ منهم كل أوقاتهم وكل اهتماماتهم. وكان رضي الله عنه شديد السفر من بلد إلى بلد، وكان لا يتشاغل بالكسب، لا يعمل أعمال ربما لكي يكسب بها مالا، كل وقته كان في طلب العلم. الإمام أحمد منذ صغره عرف واشتهر بقوة الحافظة، فكان حفاظا، حفظ القرآن العظيم وجمع الأحاديث الكثيرة في كل الأقاليم ودونها. والأثر الذي خلفه الإمام أحمد هو كتابه المسند، هذا شاهد على إمامته في الحديث، جمع فيه الآلاف، عشرات الآلاف من الأحاديث النبوية الشريفة، وقد جمع الحديث الحجازي والشامي والبصري والكوفي جمعا متناسبا. وظل رحمه الله تعالى يطلب العلم من مكان إلى مكان، ويلتقي بالعلماء الأجلاء، ثم بعد أن اكتملت رجولته ونضج علمه بدأ رحلات متعددة إلى بيت الله الحرام، إلى الحج، لأن معلوم أن الفقهاء أيام زمان كانوا يشدون الرحلة إلى الحج. لماذا؟ أولا لأداء الفريضة وللتعبد، وأيضا للالتقاء بعلماء الأمة وفقهائها، لأن هنالك يلتقي الإنسان بكافة أبناء الأمة الإسلامية. الحج مؤتمر عالمي يجتمع فيه كل المسلمين. الإمام أحمد بن حنبل حج 5 حجات، قال 3 منها كان راجلا، كان يمشي على قدميه،
وكان رحمه الله تعالى يقول وهو في الطريق: يا عباد الله دلوني على الطريق، دلوني على الطريق. وهو يسير يبحث عن الاتجاه إلى مكة المكرمة وإلى المدينة المنورة. كل هذه العوامل خلقت لنا رجلا أربعينيا صار عالما من علماء الأمة، فصار يجلس للتحديث. أول ما بدأ التحديث بدأه الإمام أحمد بن حنبل في بغداد، كان في القرن الثاني للهجرة، يجتمع على درسه خلق كثير ما يزيد عن 5000، 5000 من طلبة العلم، وكان مجلسه يسوده الوقار والسكينة، وكان فيه الاطمئنان النفسي، وكان متواضعا في لباسه وهيئته. الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه بسبب وفضل هديه وتمسكه بهدي النبي صلى الله عليه وسلم كان جل الحاضرين لا يحضرون فقط لطلب العلم، بل للتيمن بهديه وخلقه وأدبه، فقد كان رضي الله عنه في مستوى عالي من الأدب والأخلاق، وكان الطلاب يأخذون الأدب عن العالم قبل أن يأخذوا العلم. واستمر رحمه الله تعالى في التوسع في طلب العلم وتلقينه، وكان عنده فتاوى فقهية يضطر أحيانا لاستنباطها، لكن منهجه الفقهي أنه لا يسمح لتلامذته أن يدونوا القضايا والفتاوى الفقهية. لماذا؟ لأن يقول لا ينبغي للناس أن ينشغلوا إلا بالقرآن العظيم والسنة النبوية الشريفة، أما أن ندون الفتاوى الفقهية ونركز عليها خصوصا في فقه الفروع فهذا قد يؤدي إلى انصراف عن المصدرين الرئيسيين الكتاب والسنة. وفعلا الذي يدرس تاريخ التشريع الإسلامي سيلاحظ بأن من الأمر الذي جلب الخلل للعلماء في الفقه الإسلامي أنهم صاروا يهتمون بكتب الفروع كثيرا ويتوسعون ونسوا المصدرين الرئيسيين الكتاب والسنة. لهذا الإمام أحمد بن حنبل منذ القرن الثاني للهجرة كان يحرص على أن يعلم تلامذته أن لا يدونوا شيئا من الفتاوى الفقهية لأنها متغيرة، وقد بلغه أن بعض تلامذته قام بتدوين بعض المسائل ونشرها في بلاد خراسان، فقال الإمام أحمد: اشهدوا أني قد تراجعت عن كل ما قلته. الإمام أحمد يعرف بأنه فقيه بالمأثور، الفقه بالمأثور، كان لا يفتي شيئا أي مسألة إلا أن تكون مبنية على نص من الحديث النبوي الشريف أو تكون مبنية على قول صحابي أو تابعي. وكان رحمه الله تعالى في فقه العبادات لا يخرج عن الأثر تماما، لأن الفقه في باب العبادات وفي باب المعاملات. العبادات هي يقول بأنها لابد أن تكون مقيدة بالآثار، أما في المعاملات فهي ممكن أن نستعمل فيها المعقول، وممكن ربما قد يستعمل فيها القياس والرأي، أما في العبادات فكلها مبنية على النصوص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال في الحج: خذوا عني مناسككم. فالفقه عند الإمام أحمد بن حنبل في باب العبادات مبني كله على النصوص وعلى الآثار. فالعبادات هي حق الله، وكان الإمام أحمد بن حنبل يوصي بالورع في التعامل مع العبادات. أما في المعاملات فكان فقه الإمام أحمد بن حنبل يتميز بالسهولة والمرونة والتيسير للتعسير، هكذا كان يقول: التيسير ولا التعسير. وكان الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه في قضايا الحلال والحرام ويتشدد إذا يتعلق الأمر بالأحكام الشرعية، وكان يتشدد في الأسانيد وفي الروايات، وكان رحمه الله تعالى كان
ينهى عن التأويل. التأويل هو أن الإنسان إذا جاءه رأيان مختلفان هل يأخذ بهما أم يوفق بينهما. الإمام أحمد كان ينهى عن التأويل للآيات القرآنية والأحاديث المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يأخذ في الغالب بالظاهر، وكان ينهى أن ينسب إليه مذهب، لأنه كان حريصا على ربط تلامذته بالأصلين الكتاب والسنة مباشرة دون اللجوء إلى واسطة من فهم الفقهاء أو غير ذلك. لهذا الإمام أحمد اشتهر في فقهه بالترجيحات، كان يرجح بين كذا وكذا، فاستنباطاته في الغالب هي مبنية على الترجيحات، وكان يبتعد عن التفريع في الفقهيات. الإمام أحمد بن حنبل من خلال اجتهاداته الفقهية وضع لنا منهج أهل السنة والجماعة، ما يسمى الآن بمنهج أهل السنة والجماعة، وأيضا ما يسمى الآن في عصرنا بالطريقة أو المنهج السلفي. الإمام أحمد بن حنبل كان هو واضع أسسه، ومن أهمها هذه الخصوصيات كان يقول وجوب الإيمان بوحدانية الله ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم وبجميع ما دعا إليه الأنبياء والمرسلين. هذا أول شيء في هذه العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة. وكان يعتقد بأن كل خير وشر إنما هو بالقضاء والقدر الإلهيين، كان يستحضر دوما كل ما يقع في الوجود هو بالقضاء والقدر الإلهيين. وكان يكرم صحابة رسول الله، وفي مقدمة أبا بكر الصديق ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة ثم بقية الصحابة، وكان يدعن لفضائلهم ويأمر بالتوقف عن الكلام حولهم خصوصا فيما دار بينهم من نزاعات وخلافات. يقول لابد أن نتوقف هذا الاجتهاد حسب زمانهم ولا نتدخل فيه. وكان الإمام أحمد بن حنبل عنده رؤية خاصة في الكثير من القضايا الفقهية. مثلا كان يرى إقامة صلاة الجمعة والجماعات مع كل أمير حتى ولو كان فاجرا، حتى ولو كان هذا الأمير ربما عنده فساد سياسي وكان عنده فجور وظلم، نصلي خلفه إقامة صلاة الجمعة والجماعات. كان يرى عدم الخروج على الأئمة المسلمين، وكل هذا ليس لأنه من أتباع الحكام، وإنما يتجنب الفتنة، لأنه يعتبر أن كل خروج على الإمام وعلى الحاكم سيؤدي إلى المزيد من الفتن والمزيد من الصراعات، وإذا كان الحاكم صالحا فبها ونعمت، وإذا كان غير ذلك فزمنه قصير سرعان ما قد يتوفى أو يعزل ويأتي غيره. لهذا كان يركز على لزوم تجنب الفتنة وعدم الخروج على الأئمة. وكان رحمه الله تعالى عنده فتاوى كثيرة في هذا الجانب، والناس رأوا رغم ذلك تعففه عما عند الولاة والأمراء. لم يكن الإمام أحمد يقف عند باب الولاة والأمراء يطلب المساعدة أو يطلب المال أبدا، كان عفيفا وكان يعيش على حسب قدرته. وكان رحمة الله عليه كثير التعبد، كل وقته تجد في المسجد متعبدا في المسجد أو طالب علم أو معلما في محراب العلم، فهو إما في محراب الصلاة أو في محراب العلم كل وقته. وكان صواما رحمه الله تعالى، وكان يختم القرآن كل 7 ليال، معلوم أنه كان يختم القرآن الكريم كل 7 ليال. وكان رحمه الله تعالى كل وقته في العبادة، حتى إن نهايته كانت مباركة. الإمام أحمد كان إذا ذكر عنده الموت كان يشعر بالارتعاش، ووجهه كان يسود ويصفر، وكان يشرب ماء زمزم، كان من عادته أنه كلما شعر بالمرض يستشفي بماء زمزم ويمسح به يديه ووجهه، لأنه كان شديد التعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم.
وكان رحمه الله تعالى مع كل هذا ولم يكن من أصحاب الأموال، ولكن ما عنده من مال كان فيه كثير العطاء، كان يعطي على قدر ما يستطيع، كان من أسخى الناس بما في يده رحمه الله تعالى. وقد وردت عن الإمام أحمد بن حنبل الكثير من المواعظ، كأن يقول: تلين القلوب بأكل الحلال. كيف تلين القلوب؟ تلين القلوب بأكل الحلال. وكان يقول: نحن قوما مساكين نأكل أرزاقنا وننتظر آجالنا. وكان يقول: اللهم كما صمت وجهي عن السجود لغيرك فصمه عن المسألة لغيرك. رحمه الله كان عفيف، لا يمد يده ويطلب العطاء ولا يطلب المساعدة، بل كان يقنع بما قسم الله له. وكان يقول من وصاياه وحكمه: انوي الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت الخير. وكان يقول: وجملة التوكل تفويض الأمر إلى الله جل ثناؤه والثقة به. وكان رحمه الله تعالى يتأسف لما يرى بعض العلماء والفقهاء يتملقون السلاطين والأمراء والشخصيات الكبيرة. كان يقول: عزيز علي أن تذيب الدنيا أكباد رجال وعد صدورهم القرآن. أهل القرآن عزيز أن تراهم ربما يتملقون ويطلبون المنافع من الناس، لأن ينبغي أن يكونوا زهاد. وقد سئل الإمام أحمد رضي الله عنه: متى يجد العبد لذة الراحة؟ قال: عند أول قدم يضعها في الجنة. ما في راحة الدنيا، ما فيها راحة، فيها كلها معاناة، الدنيا كلها تعب وكبد ومجاهدة، ولكن الراحة الحقيقية هي لما يضع العبد المؤمن يده أو قدمه في الجنة. وسئل سؤالا غريبا، قيل له: كم بيننا وبين عرش الرحمن؟ كم بيننا وبين عرش الرحمن؟ قال: دعوة صادقة من قلب صادق. يعني أن العبد المؤمن يكون قريبا من عرش الرحمن، ليس بالمسافة التي تعبر بالكيلومترات، وإنما على قدر صدقك في الإيمان ودعوتك الصادقة. ورحمه الله تعالى كان يقول الشعر الكثير، فيه مواعظ من أجل الأشعار المنسوبة إليه. كان يقول: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ما مضى، ولا أن ما يخفى عليه يغيب. لهون لعمر الله حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب، فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ويأذن في توباتنا فنتوب. شعر كثير كان يقوله الإمام أحمد بن حنبل يدعو فيه إلى التوبة. فهو لما يتكلم عن الفقهيات وعن الأحاديث وعن الاستنباطات تراه فقيه محنك، ولكن لما يكاد ينتهي كان يزين كلامه بالعظات وبالتقوى وبالقرب من الله عز وجل، ليس فقها ماديا مجردا، وإنما مشربا بالمواعظ والتقى التي تأتي في القلوب. كل من يذكر الإمام أحمد بن حنبل إلا ويذكر محنته، لأن العلماء كلهم مروا بمحن. ذكرنا الإمام مالك رحمه الله ومحنته مع الخليفة المنصور في مسألة الطلاق، طلاق المكره وبيعة المكره، فعذب عذابا أليما. وذكرنا من قبل محنة الإمام أحمد بن حنيفة لما كان قاضي القضاة واستقال من هذه المهمة، وفرضوا عليه أن يشتغل في القضاء ورفض. لماذا؟ لأن القضاء في زمانه لم يكن مستقلا، كان فيه تدخل الجند والأمراء، فعذب الإمام أبو حنيفة عذابا أليما في محنة. وكذلك الإمام الشافعي له محنة عظيمة أيضا في محبة آل بيت رسول الله والصراع الذي كان سائد ذلك الزمن. فكل إمام من الأئمة الكبار إلا ومر بمحنة شديدة، لكن الإمام أحمد بن حنبل محنته أشد. هي محنة وقعت في زمانه عرفت باسم فتنة خلق القرآن، وقعت في العصر العباسي في عهد الخليفة المأمون، ثم في عهد المعتصم والواثق من بعده. الخلفاء العباسيون كانوا يسيرون على منهج المعتزلة، كان الخلفاء العباسيون يدرسون العلم
عن طريق المعتزلة، وكان المعتزلة أيام زمان هم الذين يديرون الشأن الديني، هم الذين يدبرون شؤون الدولة حتى. فكان الخلفاء العباسيون في الغالب يسيرون على منهج المعتزلة، والإمام أحمد بن حنبل كان يخالفهم، خصوصا فيما يعرف بفتنة خلق القرآن، لما قال لهم بأن القرآن العظيم هو كلام الله وليس بمخلوق. فحبس الإمام أحمد بن حنبل وعذب عذابا أليما، ثم بعد ذلك لما خرج من السجن منع من الاجتماع بالناس ومنع من إلقاء الدروس، قالوا بأن هذا يخلق الفتنة وعنده عقل متحجر. ولكن فيما بعد سوف يتغير الخليفة المأمون والخليفة الواثق، وسوف يأتي الخليفة المتوكل. الخليفة المتوكل سوف يكون أيضا معجبا بالسنة، وسوف ينهي هذه الفتنة، وسوف يعطي للإمام أحمد بن حنبل واحد المساحة واسعة لإلقاء الدروس والتجمع والالتقاء بالناس. هذه الأزمة، أزمة خلق القرآن، لم تكن حدثا عابرا في تاريخ المسلمين، بل اعتبرها المؤرخون من أصعب الأزمات الفكرية والدينية في القرون الأولى. هي ربما الفتنة الأشد بعد فتنة الردة التي انتشرت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وربنا عز وجل جعل الإمام أحمد بن حنبل هو الذي انتفض للدفاع عن أصول الإسلام ومرتكزاته الروحية، وكما أن أبا بكر الصديق هو تصدى للردة. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى بعد أن خرج من هذه الفتنة، لأنه حبس في السجن وعذب عذابا أليما، وكان يجلد كل يوم جلدات كثيرات، بعد أن خرج من السجن لما تطل إقامته كثيرا، لأنه خرج منه منهك الجسم وتعرض للأمراض، ومن ثم بعد المرض سوف يستسلم للقاء الله تعالى. مات يوم الجمعة صباحا، لأن الوقت مبارك، مات الجمعة الضحى، وكان في شهر ربيع الأول، مثل هذه الأيام، وبالضبط في 12 من شهر ربيع الأول، يعني كان ذلك يوم عيد المولد النبوي الشريف، صادف يوم الجمعة. فمات الإمام أحمد، قبض روحه، لأنه كان ناصر للسنة وكان متبعا لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم. توفي رحمه الله عن عمر جاوز 77 سنة. جنازته كانت مهيبة كما هو الواقع للعلماء الأجلاء. العلماء نرى هيبتهم ونرى مكانتهم عند الله من خلال الجنازة، تكون جنازة مهيبة. كلما كانت جنازة مهيبة وأتباع كثر، دل على أن هذا ولي من أولياء الله الصالحين. قيل بأن الإمام أحمد بن حنبل حضر جنازته من الرجال 800,000 ومن النساء 60,000، يعني لك أن تتصور المدينة بكاملها والقرى المجاورة على بقرة أبيها، خرجت نساء ورجالا كبارا وصغارا، يعني آلاف مؤلفة من الناس حضروا جنازته، وحكوا كرامات وبركات كثيرة في هذه الجنازة. رحمه الله تعالى لما توفي بقيت أثاره، وربنا عز وجل يقول نكتب ما عملوا وآثارهم، لأن الإنسان يموت ولكن بعد موته تبقى آثاره، ماذا خلفت من بعدك. هناك من يخلف العلم ويخلف المنافع، وللأسف هناك من يخلف وراءه بلاوي والعياذ بالله. الإمام أحمد بن حنبل آثاره هي عبارة عن كتب كثيرة ألفها، ومن أشهرها كتابه المعروف بالمسند، جمع فيه أكثر من 750,000 حديث، 750,000 حديث. وله كتب كثيرة في الوعظ والإرشاد وفي الآداب والفقهيات، من كتاب الأشربة وكتاب الزهد وكتاب فضائل الصحابة وكتاب الناسخ والمنسوخ وكتاب العلل وكتاب السنن في الفقه وغير ذلك. والذي ينبغي أن نشير إليه ونؤكد عليه هو التساؤل، ما يميز الإمام أحمد بن حنبل؟ ذكرناه، ولكن أتباعه على صعيد السياسة، على صعيد العمل السياسي، عرف الإمام أحمد بن حنبل أنه نظر
وأطر لنظرية في العالم السياسي وهي لزوم طاعة أئمة المسلمين، وكان يرى وجوب الانقياد للأمراء وأن ذلك فرض على كل مؤمن، وكان يرى بأن حتى ولو أن الخليفة سلمها على سبيل القهر والغلبة وكان فاجرا فعليك أن تلزم طاعته. هذه من الأصول عند الحنبلية وهي عند السلفية عموما. وكان يعتبر أن من خرج على الخليفة وشق عصا الطاعة فإنه خرج من الدين وقد يموت ميتة جاهلية. لهذا ما يميز المذهب الحنبلي على صعيد السياسة أنه لم يكن يؤمن بالصراع السياسي والتدافع السياسي، وإنما كان يرى فقط أن نهتم بالقرآن والسنة وبالزهديات، وعلم السياسة له رجاله ولا ينبغي أن تتصادم معهم. إن كانوا صلحاء ربنا يوفقهم وتدعو لهم بالتوفيق، وإن كانوا غير ذلك فقد يذهبون كما ذهب غيرهم بالآلاف المؤلفة لأن العمر قصير. هذا المذهب الحنبلي سوف عبر التاريخ سوف يكون له معتنقين في بعض البلاد الإسلامية، ولكنه فيما بعد الإمام الحنبلي وكأنه اختفى إلا في بعض الدول، لأن الذي كان مشتهر أكثر هو المذهب المالكي والمذهب الشافعي والمذهب الحنفي. أما المذهب الحنبلي فكان محدودا جدا لأنه كان لا يتفاعل بقوة مع الواقع المتغير. كان يقول العلماء الزموا مسافة أمان بينكم وبين عالم السياسة، لا تدخلوا إلى عالم السياسة، اتركوه بعيدا عنكم. هذا الفهم وهذا التركيز في النظرية السياسية جعل الفقه الحنبلي لا يتأثر مع الواقع ومتقلباته، فكان محدودا. إلا أنه في القرن التاسع عشر سيعرف المذهب الحنبلي انتشارا كبيرا جدا، سيبدأ بمنطقة نجد في العربية السعودية، ثم يبدأ ينتشر وقد ارتبط باسم المجدد في القرن التاسع عشر الإمام محمد بن عبد الوهاب. وهنالك وقعت نهضة المذهب الحنبلي في العصر الحديث، ثم سوف يبدأ الانتشار في بلاد الحجاز وبلاد تهامة في القرن العشرين. لما تأسست المملكة العربية السعودية اعتمدت مذهبا رسميا لها المذهب الحنبلي، وصار العلماء يسيرون على منهج الإمام أحمد بن حنبل ناصر السنة النبوية الشريفة. ثم انتشر في بعض دول الخليج العربي، وهكذا بقي الإمام أحمد بن حنبل معروفا إلى زماننا هذا. رحم الله تعالى هذا الإمام وأسكنه الله فسيح الجنات، لأنه وضع تجربة ونظرية عظيمة في الفقه الإسلامي وفي المعتقد في الجانب الاعتقادي، وأيضا في الرؤية السياسية تحترم لأنها وجهة نظر لها ما لها وعليها ما عليها. فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بهؤلاء الرجال وببركتهم. هؤلاء الرجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، تعلقوا بالفقه والعلم والدعوة إلى الله، ثم رحلوا إلى ربهم لأخذ الجزاء. نسأل الله تعالى أن يلحقنا بهم مؤمنين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين يا رب العالمين. أحبابنا في الله، سوف نفتح خطوطنا الهاتفية للتواصل معكم. أرقامنا كالعادة 05-22-88-00-60 أو 61 أو 62، أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52. ونبقى مع فاصل قصير ثم نعود إليكم لنواصل، فابقوا معنا. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.